تجربة الكولاجين صراحة، شوف كيف طالع معي، تجربة جبارة، تجربة جميلة حلوة. صبحكم الله بالخير، شايفين ها رجعنا له مرة ثانية الكولاجين، رجعنا لما الحين اللي هو اليوم الثاني، شوفوا كمية الدهن اللي طالع فيه، شايفين؟ ترى أنا حاول أشيل كل كمية الدهن اللي تشوفونها هذه، لأن هذا أنا مسويه لأمي، فما بيها تاكل أي شيء فيه كوليسترول، أي شيء فيه دهن ما بيها تاكله. فيعني أخذ مني بروسس طويل متعب، ولكن يعني تقدر تقول هذا أنظف عمل له بالطريقة هذه. شوفوا كيف يطلع. طبعا في ناس يقولون عبد الرحمن انه جلس في الثلاجه راحت فايدته، لا هو اصلا لازم يجلس في الثلاجه فما تروح فايدته. طبعا شوفوا كيف، شوفوا كذا الحين نسوي عمليه نظافه، يعني كذا تضمن ان شاء الله وباذن الله انه ما عاد يبقى فيه شيء. شوفوا كمية والله من بسيطه. الان جاء وقت ان احنا نقص. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، عشان توضح لكم الصورة. شايفين كذا؟ طبعا كأنه اللي يشوفه يقول كأنه جلي بالضبط، شايفين ما شاء الله. وفي النهاية خلني أخلص مقصة وأقول لكم الكلام اللي عندي له. بعد ما طلعنا الكولاجين جاهز، شايفين طبعا نظفت المكان كله عشان تشوفون كيف يطلع الكولاجين. شوفوا كيف طلع، شايفين كولاجين جاهز، ها شيء جبار، شيء جميل يعجب امه ان شاء الله. طبعا بقول لكم شيء، الكولاجين اللي انا مطلعه هذا شوف شلون غامق اللون، ليش؟ لاني مطبخه حطيت معه بعض البهارات. في بعض الكولاجين تقدر تجي وتقول بسم الله وتطبخها بدون بهارات بدون شيء، يطلع معك لونه شفاف تماما. اللي انا سويته هذا لا، شوفوا اللون حقه مو بشفاف بس في بهارات عشان كذا مو بشفاف، شايفين؟ صراحه طلعنا بشيء جدا جميل، وتجربه الكولاجين مره حلوه انك تسويها انت، مره حلو لانك تدري وش تحط فيه، مره تدري وش حاط فيه، يعني صراحه مو بسيط. أخذ مني وقت أنا، لأن صراحة كنت مشغول نفس الوقت، هو المفروض أنه يأخذ منك يوم كامل أقل شيء، يوم كامل عشان تطلع الكولاجين الصح اللي أنت تبغاه اللي تحس أنه بيفيدك. طيب الكولاجين فيه أشياء كثيرة، ولكن بخلي الأسئلة لكم، اسألون عن أي شيء عن الكولاجين، اسألون عن أي شيء سواء عن طريقة فائدة اللي تبي، اسألوني في هذه السنابة وبجاوب لكم كل شيء إن شاء الله بإذن الله. بس طلعنا بشيء ولا أحلى منه. تجربة الكولاجين صراحة، شوف كيف طالع معي، تجربة جبارة، تجربة جميلة حلوة. طبعا هذه حبة الكولاجين طريقة استخدامها جدا بسيطة، ما يبي لها شيء، كل اللي تسوي تاخذها مثلا على سبيل المثال تحطها بالقدر، تشب عليها النار، اوكي يا اخي شلون نستخدمه شلون كذا، شوفوا تشب عليها النار، شوفوا كيف، شوفوا على طول يذوب معك، شايفين كأنه زبده، ها قاعد يذوب، شايفين؟ والقطع الباقيه برضو قاعد تذوب، ها بعدها شوربة تشربه
كأنه شوربة، شايفين؟ ها كله 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 ها خلاص. بعد كذا يطلع لك إيش؟ تطلع لك اللي هي المرقة حقت اللحم نفسها، بسيطة بسيطة مرة 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 مرة، بس مرة جميل إنك تسويها بالطريقة هذه. صح إنها بتاخذ معك وقت ولكن تطلع جبارة إن شاء الله بإذن الله. نفدتكم في مادة الكولاجين.